هذه لوحة الإعدادات. الحين راح نروح إلى تصميم المتجر أو تخصيص الواجهة. عندنا سوق الثيمات. سوق الثيمات تتيح لي 3 ثيمات زي ما ظاهر لي. طبعا أقدر أفعل سوق الثيمات أو أختار الثيم المناسب لي بعد ما أربط نطاق مخصص اللي هو رفعناه من الإعدادات نطاق مخصص. الحين راح نروح لتصميم المتجر وتخصيص الثيم. عندي هنا سوق الثيمات، أقدر أختار الثيم اللي أنا أبغاه. أنا فعلت هنا الأيقونة بهذا النوع. الحين أبغى أخصص الثيم. تخصيص الثيم حابة أنه أخليه بانر متحرك، أضغط إشارة الزائد هنا وأرفع صورة ثانية. تمام، يصير الحين أنا فعلت بانرات متحركة، فعلت بانر ثابت أو شرائح متحركة أو شرائح صور ثابتة، فعلت هنا مجموعة الصور، فعلت التصنيفات، فعلت منتجات التصنيف بحيث تكون ظاهرة للعميل. أروح مثلا أبغى أضيف في أسفل الصفحة وصف عن المتجر، الصفحات القانونية تكون ظاهرة. أضغط أسفل الصفحة عن المتجر وأكتب المحتوى اللي أنا حاب أضيفه. أفعل ظهور الروابط القانونية، أكتب هنا مثلا روابط تعمق أو روابط إضافية. هنا أحدد الرابط اللي أبغاه يظهر، ممكن أضيف الأقسام أو أنا حاب إني أضيف التصنيفات تحت هنا تكون ظاهرة، ممكن أضيفها. هنا أنا أبغى أضيف صفحات مخصصة أو الصفحات القانونية عشان تكون ظاهرة للعميل. أنا فعلت عندي الشروط والأحكام والخصوصية والاستبدال والاسترجاع، أضيفها، أسجل العنوان هنا. أضيف تحتها مثلا سياسة الخصوصية. أضيف الاستبدال والاسترجاع. تمام، ضفت المحتوى، وصف المتجر، ضفت الروابط والصفحات القانونية، ظاهر عندي وسائل التواصل الاجتماعي. أضغط حفظ عشان أحفظ شغلي. تمام، أنا أبغى أنسق الحين، حابة أضيف عناوين، حابة أضيف روابط أو أغير، عادي من لوحة التحكم في التخصيص أضغط إيش حابة أعدل أو أضيف الرابط في التصنيفات أو في مجموعات الصور أو الشرائح. طيب أنا عندي هنا أعلى الصفحة وأسفل الصفحة اللون صار أسود، ممكن أعدل اللون على حسب ما اللوجو عندي. أنا اللوجو عندي هنا خلفيته أبيض، وممكن أعدل اللون خلفية أبيض. من وين أعدلها؟ أعدلها من هنا الرئيسية، لو ضغطت عليها راح يطلع لي إعدادات عامة، يطلع لي هنا كلمة الألوان أو خيار الألوان. هنا يطلع لي رأس الصفحة، ممكن أغير اللون، أنا حابة يكون أبيض. راح يتغير معاه. لون النص نفس الشيء، أقدر أغيره، خليه أسود.
راح يتغير كمان لون النص. هنا لون القائمة الرئيسية في الجوال، لو أنا حاب أن تكون القائمة الرئيسية في الجوال ملونة أو حاب أحط لون معين ممكن أضيفها. هنا لون النص. أسفل الصفحة لا، ممكن أخلي أسود عادي، ممتاز في اللون، أو ممكن أغير إلى ذهبي أو أي لون على حسب ألوان الهوية. أضغط حفظ. الحين أنا خصصت الصفحة الأولى، راح تظهر لي بهذا الشكل. أرجع إلى لوحة التحكم، أضغط باك أو رجوع بالسهم، أضغط هنا نشر. هل أنت متأكد؟ نعم متأكد. تم نشر الثيم، أشيك الحين عليه. ظاهر عندي صفحة المتجر مثل ما خصصتها، هذه البنرات المتحركة ثابت. هنا التصنيفات، هنا عروض رجالية عروض نسائية، أقدر أضيف أو أنقص أو أغيرها. من تخصيص القالب أو الثيم أقدر أرفع العطور الرجالية مثلا فوق، أو البنر هذا أرجع فوق على حسب ما أشوف إيش التعديل المناسب. أرجع لتخصيص الثيم وأعدل. إلى هنا خلاص، هذه صفحة المتجر جاهزة، الدومين ربطناه، خصصنا الصفحة، أضفنا المنتجات، أضفنا التصنيفات، التصنيفات الفرعية، أضفنا حسابات التواصل، الصفحات القانونية، فعلنا عندنا بوابات الدفع، فعلنا عندنا الشحن. ممكن نجرب عمل طلب تجريبي عشان نشوف تجربة العميل النهائي كيف تكون. أنا كعميل أقدر أجرب، يعني أنا تاجر لكن أفتح صفحة المتجر وأجرب كعميل. راح يطلع لي هنا خيارات المنتج، بما أني تزامنت المنتجات راح تنزل لي بنفس الخيارات الموجودة عندهم. أضغط في السلة راح تضاف لي هنا. أتمم عملية الشراء. لو في كوبون خصم ممكن أدخله هنا. لو حاب أزيد أو أضيف منتجات ثانية أرجع لصفحة المتجر وأضيف. أضغط متابعة الشراء، أسجل دخول. وصلني رمز التحقق، أكتبه. اختار عنوان التوصيل او اضيف عنوان جديد. اذا تتذكر واحنا فعلنا خيار استلام الشحنه للغير، لو انا عميل وحاب اهدي عميل ثاني، او اهدي صديق، او اهدي اخ او اهدي والد، وابغى الشحنه على طول تروح عنده، افعل هذا الخيار. احنا فعلناه من الاعدادات، لكن انا كعميل اضغط هذا راح يظهر لي هنا بيانات اللي أنا أبغى أرسلها أو المهدي له. سجل بياناته كاملة وراح الطلب راح يوصل لها هو. هنا يطلع لي شركات الشحن اللي احنا ضفناها اللي هو مندوب، هذا مدة التوصيل. التالي راح يطلع لي خيارات الدفع كاملة. هنا صفحة تأكيد الطلب بشكل كامل، راح يطلع المنتجات، قيمة التوصيل، العنوان، التوصيل عن طريق أي خيار شحن. أضغط تأكيد الطلب. أنا وصلني طلب. أنت كتاجر عشان تدير طلباتك تروح إلى الطلبات،
جميع الطلبات، راح يظهر لك طلبات كاملة هنا. طبعا أنا أنصحكم وبشدة أنكم تحملوا تطبيق زد من أبل ستور أو جوجل بلاي لإدارة عمليات المتجر. تعديل المتجر أو الصور أو إضافة منتجات أو تزامنها أو من خلال المتصفح، تعمل تسجيل دخول للمتصفح، تقدر تعدل المتجر حسب ما يناسبك. لكن إدارة الطلبات عشان تكون سهلة عليك، حمل تطبيق زد للتجار من أبل ستور أو من جوجل بلاي. أي طلب راح يوصلك يجيك، راح يوصلك إيميل تنبيه على الإيميل بالإيميل المسجل في إعدادات في الحساب، وراح يوصلك تنبيه على التطبيق. أنا وصلني تطبيق تنبيه على التطبيق أو إيميل إنه في طلب جديد. هذا هو هنا الطلب، أقدر أدخل عليه من هنا أشيك عليه إيش الطلب. تمام، طلب كويس. ممكن أحول الحالة من هنا جاري التجهيز جاهز. إذا حولته جاري تجهيز راح يكون حالته عند العميل لما يشيك من لوحة والصفحة الشخصية للعميل، راح يظهر له أنه جاري التجهيز. إذا حولته إلى جاهز هنا راح يوصل إلى قنوات أن أنا عندي طلب، قنوات راح تجهز هذا الطلب وتشحنه. أنا عندي الطلب هذا جاهز، إما أني أحول حالة الطلب بالدخول إلى الطلب نفسه، أو ممكن أضغط هنا صح وأغير حالة الطلب من هنا. لو عميل كلمني حاب يلغي الطلب من هنا أغير هذا الطلب ملغي. حالات الطلب تتحول بشكل تلقائي في حساب قنوات. إذا أنا حاب أصدر أو أعرض الفاتورة من هنا، أعرض الفاتورة، أحدد الطلب وأضغط عرض فاتورة. إذا أنا عندي عميل وحاب أنشئ له طلب من خلال إنشاء طلب جديد، أختار المنتجات الموجودة عندي، إضافة المنتجات، أسجل هنا بيانات العميل وأكمل بقية الخطوات. إلى هنا إحنا سوينا المتجر وتأكدنا أنه جاهز لاستقبال الطلبات، ونقدر ننشرها للعملاء ونعرف كيف ندير الطلبات.